بس سعيدين فيكم الصراحة يعني، شاكر لكم. أشكر معالي وزير التعليم، في الواقع المبادرة كانت من قبلهم، هي معاناة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية في هذه التخصصات بالذات، لأن مخرجات التعليم عندنا في المملكة يعلم الجميع ليست في مجال السكك الحديدية، وحنا يتوظف بعض الخريجين ويبتدي تأهيلهم من جديد في 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 هذا المجال، فكانت أحد المعاناة في هذه. صحيح البرنامج خادم الحرمين قدم خدمة كبيرة وتأهيل للشباب، لكن لم يركز على بعض القطاعات في بعض التخصصات في الواقع، ومنها مجال السكك الحديدية والتي هي في حاجة ماسة له سابقا، ولكن حاليا ومستقبلا أكثر مع التوسع في مشاريع السكك الحديدية والمترو. هي مشاريع المترو هي في السكك الحديدية مماثلة لسكك الحديدية، فاخترنا مسميات طبعا بعد الدراسة وكذا، تتطلب أيضا من الخدمة المدنية توضع لها وظائف طالما كبيرة، لأنها لابد لأنها ما لها مسميات، وهي مهندس في الخطوط الحديدية، بعدين مهندس إشارات، والواحد عشان تعرفها هي سيجنالينج انجينير، ومهندس اتصالات واللي هي تيليكومز انجينير، بعدين يجي والتوجه طال عمرك الآن في مشروع قطار الحرمين بالكهرباء، قطار المشاريع الحالية في السكة الحديدية عندنا وعنصار بالديزل، لكن مشروع قطار الحرمين بالكهرباء والمترو كلها بالكهرباء، والمترو كلها بالكهرباء، فلذلك أيضا عندنا مهندس كهرباء خطوط حديدية يعني railway electrification engineer، وبعدين تخصص مهم اللي هو مهندس التشغيل اللي هو اوبريشن انجينير، ايضا عندنا مهندس سلامه بس مخصصين ريلوي سيفتي انجينير، وهذه مهمه جدا في هذا. الاخير واللي اضفته يمكن البارحه اللي هو لوجيستيك انجينير. قد يتساءل يقول اللوجستيات هي عامه، لكن احنا مثلا في الخطوط الحديديه الان ندير ونشغل الميناء الجاف في الرياض، فتحتاج الى مهندسين في اللوجستيات. احنا وضعنا بناء على الاتفاق والتنسيق على بحدود الخمس سنوات البرنامج، يعني بحدود الألف موظف نقسم على خمسة بالتفصيل إن شاء الله، بنعطيكم حتى بالأرقام كم في السنة الأولى وفي السنة وفي الثانية، وهذه بإذن الله حتفتح مجال وفرص للشباب السعودي. الآن ننظر طبعا في الحالتين على خريجين الثانوية في تخصصات معينة نأهلهم هذا، وأيضا من هو متخرج يحضر الماجستير، لأننا نحتاج يعني تركيزهم والاحترافية في العمل في الواقع، لأننا الآن نستعين بخبرات كبيرة، نبي شباب الوطن يكون أيضا في هذا المجال إن شاء الله. هذا فعلا لاحظته في الاتفاقية، ومن الأمور اللي عجبتني يعني في الموضوع أن حتى مشاركة المؤسسة أو الجهات اللي توقعوا مع الاتفاقية مو بيجيك يعني أي شخص، تشارك في اختياره وهم في متابعته إلى أن يعني يكون المخرج بإذن الله على المستوى المطلوب إن شاء الله.